لقد ميز الله بني الانسان بالنطق والبيان ليتفاهموا فيما بينهم قال تعالى الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان ومن شكر هذه النعمه مراعاه اداب الكلام فيختار احسن الالفاظ حتى لا يترك فرصه للشيطان لاثاره الشر بين الناس قال تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم وليجعل كلامه في الخير والاصلاح او على الاقل في المباح فان شك في كون الكلام خيرا او شرا فليلزم الصمت قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، ولا يتكلم بما لا علم له به، قال تعالى: <applause> ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. قال قتاده: لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع. وعلمت ولم تعلم فإن الله سائلك عن ذلك كله ولا يتكلم بالباطل فرب كلمة سيئة أهلكت قائلها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب وليخفض صوته ولا يرفعه أكثر من الحاجة قال تعالى واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير وليكن كلامه واضحا مفهوما وليقلل من الكلام ولا يثرثر فعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لاحصاه ولم يكن يسرد الحديث كسردكم وليلزم الصدق فانه سبيل الى البر وطريق الى الجنه ومرقاه الى الصديقيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا